السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شؤون إقليمية. تطورات متلاحقة لكسر عزلة الأسد الدولية من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، مرورا باستقبال مصر لرئيس مكتب الأمن الوطني لنظام الأسد علي مملوك، إلى تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله بأن العلاقات مع سوريا ستعود كما كانت وليس انتهاء على ما يبدو بفتح السفارة الإماراتية في دمشق، ودعوات بإعادة النظام إلى جامعة الدول العربية. فما هي دوافع تلك الأنظمة العربية لتأهيل وإعادة تجميل بشار الأسد من جديد؟ وهل يتمكن نظام الأسد من استعادة علاقاته مع العالم الخارجي؟ وهل ذلك التطبيع يمحي جرائم الأسد؟ مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو السيد هيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري بعد متابعة هذا التقرير، ابقوا معنا. يحاول النظام وبدعم الروسي إعادة الشرعية الدولية والعربية له، وإعادة تسويق نفسه من جديد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية والخروج من العزلة التي يعانيها منذ سنوات، على اعتبار أنه تمكن بدعم الروسي من استعادة السيطرة على زمام الأمور في مناطق واسعة من سوريا. فما كاد الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارته إلى دمشق ولقائه ببشار الأسد، تواردت أنباء عن تحركات باتجاه تقارب عربي مع نظام الأسد لتعيد الإمارات تطبيع علاقتها مع النظام السوري وتفتح سفارتها في دمشق. وزارة الخارجية الإماراتية أكدت استئناف العمل في سفارتها بدمشق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بحسب تعبيرها. أبو ظبي والتي تتخذ منذ فترة طويلة خطوات باتجاه إعادة العلاقات مع نظام الأسد رغم كل المجازر التي ارتكبها بحق شعبه والمطالبات المستمرة بمحاكمته على مقتل ما يقارب المليون سوري أو ربما أكثر. لم تكن الإمارات وحدها من سعت إلى إعادة علاقتها مع نظام سوريا. الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى دمشق والتقى ببشار، ومصر التي استقبلت رئيس مكتب الأمن الوطني لنظام الأسد علي مملوك، إضافة إلى الأردن التي قال ملكها عبدالله الثاني أن علاقات بلاده مع سوريا ستعود كما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية، معربا عن أمنياته بتحسن الأوضاع في دمشق في الفترة المقبلة. فهل سنشهد تطبيعا عربيا شاملا في الفترة المقبلة مع نظام الأسد ويعود النظام إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئا لم يحدث طيلة سنوات الثورة؟ تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. أعود وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد هيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. سيد هيثم، مرحبا بك معنا. أهلا مرحبتين. إذا هناك صور كثيرة لهذا التقارب أو ما يسمى التطبيع العربي أو تطبيع الأنظمة العربية مع بشار الأسد، من وجهة نظرك ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الأنظمة العربية في هذه المرحلة لإعادة العلاقات مع بشار الأسد بعد كل هذه المجازر التي ارتكبها في حق الشعب السوري وفي حق المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا، والنصر إن شاء الله قادم للثورة السورية. شاء من شاء ورأى هذا الكلام صحيحا أم لا، لكنه إن شاء الله هو الذي سيؤدي إلى النصر. الآن أولا، نحن نعلم أن الثورة السورية عندما قامت في سوريا كل الدبلوماسيين كانوا فيها، يعني لم يمنع وجود دبلوماسيين من قيام الثورة، هذه واحدة. اثنين، بشار الأسد ونظامه عندما تصدوا لقتل المتظاهرين فقدوا الشرعية في القانون الدولي. أي ثورة تحصل في أي بلد في العالم تسقط شرعية النظام، لأن النظام يستمد سلطته ومشروعيته من الشعب. فبالتالي نظام بشار الأسد كان يستمد سلطته أو تمثيله من الشعب، من تفويض الشعب.
فالشعب بعد الثورة سحب هذا التمثيل حتى وإن كان جاء بشكل صوري في البداية، يعني أي كان طبعا مهما بغض النظر عن البداية، نحن نعتبر أنه هذا يعني نظام حاصل على التفويض ولا حاصل على المشروعية. من حيث المبدأ سقطت المشروعية من 2011 مش الآن يعني. نعم. اثنين، لما صدر قرار مجلس الأمن بالمصادقة على مبادرة كوفي عنان اللي هي تتضمن نقاط عديدة منها تشكيل هيئة حاكمة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات بما فيها صلاحية الرئيس، فهذا كذلك عبارة عن تأكيد على فقدان المشروعية. نعم. الجامعة العربية بعد ما عجزت عن إمكانية يعني حل ما وقع في سوريا، ويعني نصرة الشعب السوري إذا حبينا نقول، الجامعة العربية بآخر شيء عملت البروتوكول العربي مع نظام بشار أسد الذي وقع البروتوكول ولكنه حنث بتعهده وبتوقيعه في عام 2011 أو آخر منعه من مقعده في نوفمبر 2011. فجاءت الجامعة العربية يعني عقابا لبشار الأسد وعقابا لنظامه، علقت مشاركته في اجتماعات جامعة الدول العربية وعلقت التمثيل يعني. نعم. فأصبح مقعد الجامعة العربية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية شاغرا بموجب قرار، مش قرار الحقيقة، الحقيقة أول قرار هو قرار مجلس وزراء الخارجية العرب. نعم. ثم عقبوا مؤتمرين للقمة، أحدهما في الدوحة والآخر في الكويت، وفي المؤتمرين قرر المؤتمرون القادة العرب قرروا تسليم المقعد إلى الحكومة، حكومة الائتلاف، أيام كان رئيس ائتلاف الشيخ معاذ الخطيب، شكلت في ذلك الوقت حكومة موقتة. نعم. فأصبح بالإمكان تسليم مقعد للائتلاف أو للحكومة الموقتة، وتم ذلك وشغل الشيخ معاذ الخطيب، جلس على مقعد سوريا في جامعة الدول العربية في مؤتمر القمة وخاطب القادة العرب. نعم. هذه صورة. نعم. الآن في هناك العديد من القرارات جامعة الدول العربية بتعليق عضوية إيران، عضوية نظام بشار الأسد، وإعطاء المقعد إلى الائتلاف أو الحكومة المنبثقة عن الائتلاف. بالتالي هذه قرارات لا يمكن أن يستردوها، ما يمكن أن يأتي يتفضل لبشار أسد أشغل المقعد. وهناك قرارات نحتاج أولا إلى إلغاء هذه القرارات أو إلى صدور قرار واضح. نعم. معدل من جامعة الدول العربية وليس من أي دولة أخرى. اثنين، الآن كما هو معروف في جامعة الدول العربية ما في شيء قرارات اسمها بالأكثرية والأقلية، بالتوافق. نعم. يعني يجب أن يتم التوافق بين كل الدول العربية على القرارات التي تصدر عن الجامعة أو عن مؤتمراتهم، سواء كان مؤتمر وزارة الخارجية أو مؤتمر القمة. مؤتمرات القمة. فبالتالي تحتاج جامعة الدول العربية إلى إصدار قرار من اجتماع لوزارة الخارجية العرب أو من اجتماع القمة، الآن باعتبار في قرار من مؤتمر القمة، مؤتمرين القمة. نعم. في الدوحة وفي الكويت. نعم. فبيحتاجوا إلى قرار من مؤتمر القمة، من مؤتمر القمة العربي بحالة انعقاد يعني. وهذا لا يمكن أن يصدر بالأكثرية والأقلية، بده يصدر بالتوافق، يصدر قرار من الجامعة الدول العربية بالتوافق بين كل الرؤساء. نعم. على أمر معين، مثلا على إلغاء القرارات السابقة وإعادة نظام بشار الأسد إلى الجامعة. هذه الصورة القانونية يعني، ولا يجوز ولا يمكن تجاوزها، فإذا كان صار تجاوزها بيكون عمل غير صحيح يعني. هذه الصورة القانونية، سيد هيثم المالح، هل هي صورية أيضا في أصلها وجوهرها، أم أنها قرارات مستقلة من الجامعة العربية ومن أعضاء الجامعة العربية؟ يعني هل هذا القرار بتعليق مشاركة بشار الأسد أو النظام السوري في الجامعة العربية، هل هو قرار مستقل من الجامعة العربية أم هناك توجيه؟ لا، ما كان في توجيه، هذا قرار مستقل، بس طبعا كان الوضع الدولي يعني صار استفحل الوضع الداخلي في سوريا، قصف المواطنين وقتل المواطنين، صار في ضجة دولية يعني. فالجامعة الدول العربية بعد ما فشلت
أنا شخصيا التقيت بالدكتور نبيل العربي يعني عدة مرات من 2011 يعني، وتحدثنا حول جهود الجامعة اللي بذلتها من أجل إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق أمان الشعب السوري، وقال إنه البروتوكول آخر شيء، البروتوكول اللي رفضوا النظام، وبعدين المراقبين اللي راحوا إلى سوريا من أجل مراقبة وقف إطلاق النار لم يستطيعوا ممارسة عملهم واستقالوا كما هو معروف يعني، نعم. تركوا العمل. فبالتالي ما كان أمام الجامعة العربية، عندها الجامعة اتخذت قرار بالتعليق ورفعت نعم. الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات مناسبة. وهنا نعود إلى أصل السؤال سيد هيثم المالح، وقتها عندما علقت الجامعة العربية مشاركة الأسد أو النظام السوري في اجتماعات الجامعة العربية، لم تكن جرائم الأسد قد استفحلت إلى ما هو عليه الآن في بداية الثورة طبعاً، نعم. بعد شهور من الثورة كان في نوفمبر عام 2011 ونحن في يناير عام 2019 بعد قتل أكثر من مليون شخص سوري، بعد هدم سوريا وتهديم منازلها ومساجدها وحضرها ومدرها، بعد جلب المحتل إلى هذا الأهم طبعا، ما الذي تغير الآن؟ هناك دعوات، حتى وإن الجامعة العربية لم تأتي ببشار الأسد مرة أخرى حتى الآن، ولكن هناك دعوات لذلك، صحيح. هناك زيارات لأنظمة عربية، هناك تجميل لصورة بشار الأسد بعد كل هذه الجرائم، ما الذي تغير؟ يعني العامل المغير يعني هنا المشكلة الآن، بشار الأسد، نظام بشار الأسد والعصابة الحاكمة في سوريا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في تقارير عادي أكثر من 20-30-25 تقرير، مش عارف الرقم على الضبط، بس أكثر من 20 تقرير عن لجنة التحقيق المستقلة المنبثقة عن الأمم المتحدة في جنيف أدانت النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. علاوة على كل ذلك، مع كل هذه التقارير ومع كل هذه الإدانات، استمر النظام كما قلت وكما ورد في التقرير، عندنا أكثر من مليون شهيد، عندنا أكثر من مليون معاق، عندنا أكثر من 300,000 معتقل، تم تدمير 70% من بنية سوريا الفوقية والتحتية، المساجد، المدارس، المستشفيات، يعني المراكز المدنية، استهدف النظام وكذلك وملايين المهجرين وكذلك روسيا، استهدفت البنية المدنية يعني الحاضنة المدنية للثورة. وعندنا الآن 14 مليون مهجر خارج بيوتهم، يعني نصف الشعب السوري خارج بيوتي، عندنا 6 ملايين خارج سوريا والباقي في داخل سوريا، ليسوا في دورهم ولا في بلداتهم ولا في قراهم. فهذا عمل جريمة بحد ذاتها، هذه جريمة مستقلة. ارتكب بشار الأسد جريمة أخرى، خيانة عظمى، عندما يستقدم دول أجنبية لضرب شعبه، هذه مسألة أخرى مختلفة تماما. يعني استخدام، هو ليس له أن مع الأسف الروس والإيرانيون بيحتاجون، والله نحن جينا بطلب بشار الأسد لا يملك أن يطلب دول أجنبية لضرب شعبه، يملك طلب دول أجنبية لدفاع الحدود. إذا استهدفت سوريا بعدوان خارجي ممكن يطلب مساعدة من دولة، أما أن يطلب من دولة أخرى تعالوا دمروا البلد واقتلوا الشعب، هذا عمل خيانة، خيانة عظمى، مثل الخيانة اللي قام فيها أبوه وأبلق لما سلم الجولان إلى إسرائيل. هذه اللعبة. لكن الآن يعني مؤسف جدا الحقيقة أن نرى أنه هناك دول، هناك يعني رؤساء حكومات يسعون كما تفضلت حضرتك لتلميع صورة بشار أسد وتعويمه وإعادته إلى مقعد جامعة الدول العربية. هذا حقيقة كارثة معنوية. يعني اليوم لما يفقد الإنسان الضمير ويفقد الإنسانية ممكن يسوي هيك، لأنه هذا عمل لا يجوز أن يفلت بشار الأسد من العقاب، لا هو ولا العصابة الحاكمة. يجب أن يحال الجميع إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى محاكم ثانية لينالوا عقابهم. الآن كما تعلم صدرت عدة مذكرات من دول أجنبية، من فرنسا ومن ألمانيا، ضد بعض المسؤولين في نظام بشار الأسد، ومنهم جميل حسن. جميل حسن الآن موجود في لبنان، في عليه مذكرة اعتقال من الانتربول، ومع ذلك نحن أصدرنا بيان اليوم أصدرنا بيان
طالبنا في الحكومة اللبنانية بالقبض على جميل حسن وتسليمه إلى انتربول الدولي تنفيذا للإئتلاف. أصدر بيان. نحن أصدرنا بيان اليوم. نعم. طيب هناك من يرى في هذا التطبيع العربي سيد هيثم أن هناك نية لوجود قوات عربية مشتركة أو تشكيل حلف ناتو كما يسمى. نعم. لمواجهة إيران. نعم. ولن يتم ذلك إلا عبر إعادة العلاقات مع بشار الأسد. نعم. فكيف يمكن لناتو عربي أو قوات مشتركة عربية أن تتحد مع بشار الأسد أو تمر عبر بوابته لمواجهة إيران التي ترعى بشار الأسد في سوريا وهو سبب رئيسي من أسباب وجوده حتى الآن على مقعد الحكم الجاثم على الشعب السوري؟ هذا وهم، مجرد وهم. اليوم إيران حتى لو مثل ما بيقولوا يعني في الحملة الدولية بتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران، هذه مهزلة بكل المقاييس. إيران اليوم تمتلك كدولة العديد من العقارات في سوريا، وخاصة في دمشق ودمشق القديمة وما حول دمشق الغوطتين. فعندها اثنين، تم تجنيس أكثر من مليون شخص مش إيراني لكنه من موالين لإيران، أفغانيون وباكستانيون وغيرهم. يعني مع الأسف أنا أتحدث طائفيا، هذول شيعة لكنهم شيعة محرضين مسبقا لقتل الشعب السوري. نعم. تحت شعارات زي لا تسمى زينب مرتين ومدري إيش والحسين وكلها كلام السخيف والتافه اللي بسوء الشيعة الصفويين الإيرانيين، ملالي طهران يعني. فهم دفعوا إلى سوريا. اليوم في عندنا أكثر من 90,000 مقاتل شيعي أو إيراني مشكلين، يعني سواء كانوا إيرانيين ولا عراقيين ولا باكستان أو أفغان، كلهم موجودين في سوريا. وتم تجنيس بشار الأسد من أجل إرضاء إيران، تم تجنيس أكثر من مليون شخص من هؤلاء. فاليوم مثلا ما يسمى يعني سكينة، مقام سكينة، شو سكينة، طفلة صغيرة كانت سكينة، مقام سكينة في مكان اللي دفنت في سكينة الآن صار مقام وصار مزارات وإلى آخره، مسجل باسم الدولة الإيرانية، باسم الحكومة وليست باسم أفراد. هذا موضوع خطير جدا. مع الأسف هذا العالم الأعمى، ما يسمى المجتمع الدولي الأعمى، ما شاف حجم الخطر الذي يعني يجري تنفيذه في سوريا، والذي يشكل خطر ليس على سوريا فقط، يشكل خطر على المنطقة العربية كلها. واللي سمح له بالتمدد هو باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، وكتاب بن رودس المستشار أوباما تحدث حول هذا الموضوع. لكن كان التنسيق الحقيقة ما بين أمريكا وما بين روسيا في الموضوع، كلاهما سهل التمدد الإيراني والتغيير الديمغرافي في سوريا لصالح إيران. وهذا عمل خطير جدا يعني. فالآن يعني لو فرضنا قالوا الفصائل هذه المقاتلة لابسين عسكر راحوا، طيب البقاء الباقي عبارة عن خلايا طيب. مجهزة للقيام بأي عمل لصالح ملالي طهران. هل هذه اللعبة؟ ولذلك يا أخي الكريم موضوع مش بغض النظر سهولة. عن قدرتهم من عدم قدرتهم كيف؟ سيد هيثم، بغض النظر عن قدرة هذه الأنظمة العربية على مواجهة إيران من عدمه، مع وجود أمر واقع الآن في سوريا، هذول ينفذون أجندة إيرانية، ينفذون تعليمات إيرانية، مش عملية صغيرة، مش موضوع مقدرة. هؤلاء يعني أجندة إيرانية أم أمريكية؟ السفارات الأجندة الإيرانية هي الأسهل يا أخي الكريم. إيران مخلب لإسرائيل. تدمير سوريا وتدمير العراق الهدف منه تدمير المنطقة لصالح الكيان الصهيوني. ما في حد يستفيد، لا إيران نفسها ما تستفيد من ضعف المنطقة، من يعني تخريب سوريا وتخريب العراق لا تستفيد منه إيران كدولة.
من يستفيد الدولة أو الكيان الذي يستفيد من تدمير المنطقة العربية كلها هو إسرائيل فقط لا غير، وإيران هي مخلب إسرائيل لتدمير المنطقة العربية. وباراك أوباما يكره العرب كما تحدث بالرودوس بكتابه، كتابه بالرودوس تحدث فيه أنه كان باراك أوباما يتحدث عن كره العرب واحترامه للفرس، فهم في لعبة هنا. فاليوم هذه الدول التي تأتي لتقوية بشار أسد سياسيا، نعم، وإعادة العلاقات معه وفتح السفارات ومحاولة تعويمه، وهي تخدم إيران، تخدم الأجندة الإيرانية بغض النظر شو هم شو قالوا شو حكوا، هذا كلام ليس له قيمة. على أرض الواقع هذا العمل يقوي الهجمة الإيرانية في المنطقة العربية ويساعد حتى إسرائيل. يعني إيران مخلب الكيان الصهيوني في المنطقة طبعاً لتدمير المنطقة. طبعا. والذي يخرج هذا المشهد أمريكا سيد هيثم؟ حتى أمريكا يا سيدي، أمريكا وروسيا كلاهما لا يخرجان عن عمل إلا بالتوافق مع الكيان الصهيوني. يعني المنطقة كلها الحركة الحراك السياسي والعسكري فيها لا يبت به خارجيا من، نعم، سواء من جهة أمريكا أو من جهة روسيا إلا بالتنسيق مع إسرائيل. التنسيق مع إسرائيل بالنسبة للمنطقة أمر مسلم فيه، ولا أحد من الدول الكبرى العظمى كلها في العالم يقدم على اتخاذ أي خطوة في المنطقة إلا بالتنسيق معه. ولذلك كما شاهدنا أن إسرائيل كان ماسك بشار أسد، إسرائيل لم توافق على إزالته. إيش علاقة إسرائيل بإزالة بشار أسد؟ فإسرائيل متمسكة ببقاء بشار أسد، والآخرون نفس الشيء. من الذي يعني يتحدث عن بقاء بشار أسد؟ الروس من وقت تدخلوا في سوريا، تدخلوا سياسيا من بداية الثورة، قالوا لن نسمح بإسقاط بشار أسد ولن نسمح بإسقاط النظام. هذا هو ما يتفق مع إسرائيل. هذا مخطط. وإيران دخلت فقتلت الشعب السوري وهجرته ودمرت وساعدت بنظام الإجرام بشار الأسد في تدمير سوريا خدمة لإسرائيل. الهدف واحد لدى الجميع. طيب، وبالتالي في المقابل في أي إطار ترى هذه الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نعم، لأنظمة المنطقة ودول المنطقة، والحديث عن مواجهة نفوذ إيران وردع إيران وردع تدخلات إيران وردع توغل إيران في المنطقة، هذا كله في إطار البروباغندا السياسية. حقيقة لا يوجد شيء. لو أرادوا يعني إيران قبل بالأصل اتفاق النووي، قبل اتفاق النووي ما هم كبحوا إسرائيل من ضربها أيام باراك أوباما. نعم، باراك أوباما ضغط هكذا السياسة الدولية. باراك أوباما ضغط على إسرائيل أن لا تقصف المفاعلات النووية الإيرانية. طيب ليش إسرائيل قصفت المفاعل النووي العراقي مباشرة؟ ليش قصفت بداية إنشاء مفاعل نووي قرب دير الزور؟ نعم، ليش ما قصفت إيران؟ وهذا السؤال الكبير. يعني ما تحتاج للتبرير العملية. إيران تخدم الأهداف الإسرائيلية. طيب ما هو لكن المقصود؟ لكن لا، شوف، إسرائيل لا تسمح أن يكون إلى جانبها قوة تهدد. هذه مسألة أساسية. نعم، سواء ولو كانوا أصدقاء. نعم، إسرائيل أيام الرئيس الأمريكي اللي كان ممثل شو اسمه المهم، وقت كشفوا شبكات تجسس ضد أمريكا إسرائيلية، فقال لهم استغرب ليش عم يجسسوا علينا، نحن عم نعطيهم كل شيء عن طريق الأقمار الصناعية. فمن عم يجسسوا؟ لأنه هذا مصلحتهم. إسرائيل عندها فكرة أساسية أنه هي لازم تكون دائما في حالة تأهب وعارفة كل شيء يحيط، سواء من الأصدقاء أو من الأعداء. فإيران ليست عدوة لإسرائيل بالمطلق يعني.
نعم. لا بس إيران تحسب حسابها إسرائيل لا تريدها أن تكون إلى جانبها، لأنه إيران لديها أسلحة متطورة، لديها صواريخ، لديها نووي، لديها إلى آخره. وبالتالي إيران لا إسرائيل لا تسمح لها بالاقتراب، تبقى بعيدة. لو بقيت بعيدة ما حد يقرب عليها. هي شو عم تحكي تعمل الآن إسرائيل؟ عم تقصف المناطق العسكرية الإيرانية في سوريا حتى تبتعد فقط، صح؟ نعم. ليش ما قصفت في إيران؟ ليش ما قصفت مفاعلات في إيران إذا كان في عداوة فعلا يعني؟ نعم. ما قصفت؟ هذا السؤال. وهي تستطيع، لديها المقدرة على عندها طيب. ما قصفت مفاعل نووي العراقي بليلة ما فيها ضوء أمر. نعم. بسوريا يا أخي، بسوريا هبطت، مش قصفت. بسوريا ما يومين متتاليين، أول يوم هبطت على الأرض، نعم، وفجرت المفاعل أو البناء ما بعرف سكانه هو، وأخذت الخبراء، كان في خبراء، كان في خبراء أخذتهم معها. ثاني يوم عادت فاستكملت المهمة حتى ساوته خلاص. ما حدا اعترض له، مع العلم أنه يعني بشار أسد كما بيقول الآن اليهود الإسرائيليين بيقولوا هو صديقهم يعني، أو هو حاميهم، وهيك. طيب ليش قصفوا المفاعل؟ نعم، هذا السؤال. فإذا هم مش خايفين من بشار أسد، ليش قصفوا المفاعل؟ أو بناء لسه ما صار مفاعل، برغم أنه هم ما له خايفين منه وبيعرفوا أنه ضعيف وتافه، لكن مع ذلك لا، هذا ما لازم يكون في عنده مفاعل أو شيء يكون في عنده قوة. هذه القوة قد تقع في يد أخرى غيره وتشكل تهديد. عمليات جراحية بسيطة لإزالة الخطر الحالي لكن. نعم. فالآن يعني إسرائيل لا تقصف إيران، ما تقصف أين؟ تقصف الأماكن العسكرية في سوريا، الأماكن العسكرية الإيرانية في سوريا، لأن سوريا لا تريد أن يكون في سوريا سلاح يهدد إسرائيل. إذن الكيان الصهيوني لا يقصف إيران، إيران مخلة بالكيان الصهيوني في المنطقة لتدميرها. أمريكا تدير هذا المشهد. نعم. هناك زيارات مكوكية. نعم. لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. نعم. إذا لم تكن لمواجهة إيران فلمواجهة من؟ بعد الفاصل سيد هيثم المالح نعود. طيب. مع المشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. لبنان ولا الأردن ولا مصر. السلام عليكم ورحمة الله، لأنه مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من شؤون إقليمية. أعود وأرحب بي السيد هيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري. سيد هيثم مرحبا بك مجددا، ربما استأنفنا الحديث مع دخول الحلقة. نعم. بعد الفصل. أستاذ هيثم، إذا هذه الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأردن ومصر والكويت والبحرين وبعض الدول الخليجية في خطاباتها المعلن لمواجهة إيران وردعها في المنطقة، كيف يمكن فهم هذه الزيارات إذا ربما وضعت إلى جانبها زيارة بعض الضباط المصريين والإماراتيين من الأنظمة النظام المصري والنظام الإماراتي إلى بعض المناطق في الشمال السوري؟ ما الذي يجري؟ أنا أولاً بريد أقول يعني الزيارات المكوكية، الحوصة المكوكية للوزير الخارجية الأمريكي فيها هدفين. هدف الأول هو الابتزاز، ابتزاز دول الخليج، لأنه ترامب رئيس عصابة الحقيقة، وصحيح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يقود الدولة بعقلية مافيا، مش عقلية دولة يعني. أرسل وكيله يعني. أرسل وكيله. نعم. لكن النقطة الأخرى، أنا سبق أن تحدثت في موضوع مهم جدا، أنه أكثر دولة صاعدة في المنطقة وتخيف الكيان الصهيوني هو تركيا. وبالتالي وليست إيران بالمطلق، وليست إيران يعني.
وبالتالي بدأ من الانقلاب، محاولة الانقلاب اللي صارت من تقريبا سنتين 2016 نعم حتى الآن، والحرب الاقتصادية وموضوع العملة كله بتحريك إسرائيلي، والمخلب المنفذ هو أمريكي. هذه الحقيقة يعني. فأمريكا تنفذ ضد تركيا وتجيش شيء علني وشيء خفي لصالح إسرائيل مش لصالح جهة أخرى، لأن الخوف على تركيا، الخوف من تركيا وعلى تركيا. تركيا دولة صاعدة، أنا أعرف تركيا من 1968، أنا أتحدث عن شخص خبير بتركيا، كيف كانت تركيا وكيف آلت تركيا. فتركيا في المنطقة العربية أو في المنطقة الشرق الأوسط إذا أحببنا نقول، هي أكثر قوة، يعني دولة تتجه نحو التصنيع، تتجه نحو يعني تصنيع العسكرة، تصنيع الآليات العسكرية إلى آخره، دولة تتجه نحو التصدير، دولة عندها اقتصاد قوي، عندها يعني وضع متماسك. ليست دولة ما عندها مفاعل نووي، ليس موضوع في النووي. تركيا مع العلم أنه ليس لديها في الأساس يعني ثروات طبيعية، ما عندها بترول، ما عندها غاز، اثنين تحكمها معاهدة اللي هي بدها تنتهي بعد سنوات قريبة إن شاء الله تنتهي إلى خير، ما عندها قناة مثل مصر مثلا، ما عندها موارد. يعني تركيا عندها فقط المطر اللي بينزل من السماء والأرض والبشر. صنعت من هذا دولة قوية، دولة على مستوى عالمي متقدمة، اقتصاد، صادرات إلى آخره، شعب ماسك مع حكومته، الشعب متضامن مع حكومته بشكل صحيح. هذا بشكل بالنسبة لإسرائيل مصدر خوف، وبالتالي إسرائيل تضغط من غير ما أحد يشعر. الآن في ناس كثيرين ما شاعرين كيف العملية عم تصير، إنما الحقيقة هو ضغط إسرائيلي، والمخلب المنفذ هو أمريكا ضد تركيا. الآن هذه الدول الأخرى، الدول المسمات دول عربية التي سابقا أظن في من أكثر تقريبا أثناء معركة حلب الشرقية، مصر بعثت خبراء، وأنا مباشرة أعرف هذا الكلام مش عن طريق الإذاعة، من داخل مصر بعثت، أرسلت خبراء عسكريين وأرسلت سلاح إلى نظام بشار الأسد. وبالتالي عادي اليوم إذا كان تأتي معها الإمارات وتأتي مصر وتأتي دول أخرى من دول الخليج، أي دولة، هذا أمر طبيعي أن تقاد باتجاه يعني يجد نفسهم في منطقة الشمال، قد يجد نفسهم في مواجهة تركيا، في مواجهة. وبالتالي يعني أنا أعتقد الآن مرحلة كثير مهمة أن يكون هناك دور رئيسي للجيش السوري الحر والمقاتلين السوريين حتى يفوتوا على هذه الدول فرصة استغلال المشهد. يعني ترى سيد هيثم بأنه انسحاب أمريكا من سوريا له علاقة بهذا الأمر؟ يعني بمعنى أنه يمكن لقوات عربية مشتركة بأي شكل وتحت أي مسمى أن تملأ فراغ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة في الشمال وخاصة في مناطق التي يتواجد فيها ميليشيات قسد الإرهابية؟ نعم. في الشمال يعني أنت بتعرف أولا إذا بده يسمح بتدخل دول على شرقية الفرات طبعا على أساس دولي، أنا أعتقد أنه لا تملك هذه الدول أن تدخل لوحدها، لابد من طلب أو من إذن من مجلس الأمن. كل التدخل، بما في التدخل الروسي دخلت في سوريا خارج القانون. قانون، أنا أعني القانون الدولي، بتحدث ما بتحدث عن القانون تبعنا سوريا، يعني أتحدث عن القانون الدولي. محاربة الإرهاب لا تملك أي دولة أن تدخل لوحدها إلا بدها قرار مجلس الأمن.
ولو كان دعاها بشار أسد دعا روسيا ودعا إيران، هذا خيانة، هذا عمل فيه خيانة، خيانة ويجب أن يحاكم عليها، لأنه جاب دول أجنبية لقتل الشعب السوري. لكن الآن من أجل محاربة الإرهاب لا يملك بشار الأسد أن يستدعي دول أجنبية، لابد أن تأخذ هذه الدول إذن من مجلس الأمن الدولي. فحتى سواء كانت دول عربية أو غير عربية، طالما يأتون من أجل محاربة ما يسمى، طبعا هذا الإرهاب كله صناعة إيران بالأساس، يعني إيران هي من صنعت داعش وغير داعش والنظام صنع النصرة وكل هذه التنظيمات. إذا كانت أمريكا تدير هذا المشهد، فهل هناك غلبة في استصدار قرار من مجلس الأمن عن طريق أمريكا؟ هم ممكن هذا ممكن مجلس أمن، يا أخي مجلس أمن يعني ما يسمى المجتمع الدولي، ليس مع الشعب السوري. ما يسمى المجتمع الدولي فشل حتى الآن منذ بداية الثورة حتى الآن في استصدار قرارات توقف نزيف الدم فقط، أو إيصال مساعدات. يعني هلأ في قرارات لمجلس الأمن بإيصال مساعدات بغض النظر عن رضاء الأطراف، مع ذلك ما استطاع مجلس الأمن أن يوصل مساعدات. فبالتالي الموضوع بيد، طبعا بيد أمريكا، يعني ما لا يفكر أحد أنه هذا الموضوع بيد روسيا بالمطلق، لا. وبالتالي يعني يوم يدخلوا دول عربية سواء كان مصر أو الإمارات أو غيرها بده يدخلوا في سوريا من أجل ما يسمى محاربة الإرهاب، وهذا كله عبارة عن تلفيق وكذب ودجل على الشعب السوري يعني، لكن يحتاجون إلى قرار مجلس الأمن. بس إذا ممكن يدخلوا ما دخلت روسيا، ما استطعنا نعمل شيء، نحن كشعب سوري ما استطعنا نعمل شيء. ممكن الدول الثانية يقول والله بشار الأسد الفاقد الشرعية الخائن اللي خان شعبه هو سمح له أنه تفضل ودخلوا مشان تحاربوا، هذا ممكن يصير. بس أنا أقول أتحدث دائما في إطار قانوني، في إطار القانون الدولي، في إطار الأمم المتحدة. الأمور الأخرى ما بستطيع عليها، أنا لا أملكها. لكن في مجرد التحليلات، عندما قالت أمريكا بأنها تنسحب، عندما قرر ذلك ترامب، خرج بعض المسؤولين ليطمئنوا الميليشيات الكردية. وهنا الحديث عن ملء الفراغ. هل يمكن لهذه القوات أن تحمي حلفاء أمريكا؟ بين قوسين استطعنا القول، هذه الميليشيات الإرهابية شرقية الفرات وفي منبج وغيرها، هل يمكن لها أن تحمي هذه الميليشيات؟ وهل من الذي يحمي هل هذه الأنظمة العربية، هل هذه الأنظمة العربية ترغب في تنفيذ الرؤية الأمريكية بإنشاء كيان كردي في هذه المنطقة أم لا؟ كيف ترى هذا الأمر؟ أولا بريد أقول، نحن بالنسبة لنا أرسلنا رسالة إلى المجلس النواب الأمريكي وإلى مجلس الشيوخ، وتحدثنا عن مساعدة الإدارة الأمريكية البنتاغون إلى قسد وإلى بي واي دي والمنظمات الكردية الإرهابية التي هي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بتهجير سوريين سواء كانوا عربا أو أكرادا، ويعني تدمير قرى بكاملها، تسويتها بالأرض. هؤلاء ارتكبوا مجازر. فبالأساس يعني قيام الإدارة الأمريكية بدعم هذه المنظمات هذا عمل غير مشروع. أولا هن عم يدعموا، هدول معظمهم أتوا من جبال قنديل ليسوا سوريين، وقسم كبير منهم أتى من أيام عبد الله أوجلال، لما حافظ أسد استدعى عبد الله أوجلال، أجوا عبر الحدود آلاف من الأكراد بدون ختم وبدون جوازات وبدون شيء، واستوطنوا في المنطقة يعني. فهؤلاء ليسوا سوريين، وهؤلاء يسببون القلاقل والمشكلات في سوريا وللدول المجاورة. ودعم الإدارة الأمريكية لهذه المنظمات يشكل خطر على المنطقة ويشكل عدم استقرار للمنطقة. وبالتالي يعني أنا بعثت رسالتين، رسالة ما بعرف إذا كان وصلت، يعني في جهات تحمل الرسالتين، واحدة إلى مجلس النواب والأخرى إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. وضعتهم بصورة دعم ترامب إلى هذه المنظمات الإرهابية وخطورة هذا الدعم.
من واجبي أن أقوم بهذا العمل حماية لشعبي الشعب السوري وحماية للثورة السورية. هؤلاء الناس البي واي دي، نحن ليس لدينا مشكلة، بالعكس الأكراد الموجودين سابقا كسوريين هن سوريين متوطنين من زمان، منتشرين في كافة سوريا اعتبارا من دمشق إلى أقصى الشمال. نعم. كل المدن والقرى موجودين الأكراد. نعم. والسوريين من زمن طويل نحن نفتح صدورنا إلى كل اللاجئين ونستقبلهم يجلسوا عندنا ويصير في اختلاط. نعم. ويصير في تعايش، ما عندنا مشكلة مع غير العرب يعني. بس مع الأسف الشديد يعني ترامب والإدارة الأمريكية مش مستوعبة مدى خطورة ما تقدم عليه في منطقة الجزيرة السورية. سيد هيثم، هل من وجهة نظرك بالنظر إلى هذه المعطيات على الأرض في سوريا وما حولها وهذه التحركات العربية للتطبيع مع بشار الأسد وإعادة العلاقات معه، هل يشعل فتيل حرب كبرى في المنطقة، حرب إقليمية في المنطقة، عربا كانوا أتراكا إيرانيين، هل هذا وهل هذه الرؤية ربما يريد الأمريكان أو المجتمع الغربي الإقدام عليها؟ أنا لا أعتقد أنه هم بيريدوا إقدام مشان يشعلوا حرب، لكن هو هذا عم يلعبوا بالنار يعني من حيث المبدأ. يعني ترامب عندما يدعم البي واي دي والبي كي كي والمنظمات اليسارية الإرهابية المصنفة عالميا بما في الولايات المتحدة الأمريكية مصنفين الإرهابيين، فعندما يقوم هذه المنظمات ويعطوهم السلاح ويعطوهم المال هم يشعلون المنطقة سواء أرادوا أم لم يريدوا. هدول المنظمات بشكلوا خطر فعلي على الأمن القومي التركي، والأتراك قالوا هذا الكلام يعني. وكذلك هم ليسوا سوريين، بشكلوا خطر على السوريين. ثلاثة، لا يوجد في سوريا بالأساس شيء عندنا اسمه كردستان، لا جغرافيا ولا تاريخ. كل الأخوة الأكراد اللي اجوا مثل غيرهم، مثل عندنا تركمان، مثل عندنا شركس، مثل عندنا أرمن، كل اللي جاءوا عبر الحدود بالتاريخ واحتضنهم الشعب السوري وصاروا سوريين وأخذوا جنسية وانتهينا من الموضوع. الأكراد السوريون القدامى هم شعب سوري ونعيش نحن معهم بدون إشكاليات. أما هؤلاء عبروا الحدود بصورة غير قانونية غير مشروعة مع عبد الله أوجلان، وأثناء الثورة السورية الحدود مفتوحة. الحدود السورية التركية العراقية حدود مكشوفة، وبالتالي الحركة فيها كانت سهلة. الآن هذا الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للبي واي دي والبي كي كي والمنظمات الإرهابية اليسارية الموجودة في منطقة الجزيرة العربية يشكل خطر حقيقي، مش خطر، خطر فعلي على سوريا وخطر. نعم. على الجوار. وإذا كان هم عاوزين أنه يعني يلاحقوا ما يسمى التنظيمات المتطرفة مثل داعش والنصرة، وهذا يقوم به الجيش السوري والشعب السوري ولا يقوم به أغراب. طيب أستاذ هيثم، ربما نختم بهذه الفكرة، هل رسالة هذا التطبيع بداية من زيارة البشير لدمشق، فتح السفارة الإماراتية في دمشق، استقبال علي مملوك في القاهرة بالسجاد الأحمر، حديث العاهل الأردني عبد الله الثاني بأنه العلاقات مع سوريا ستعود كما كانت، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هل هناك رسالة إلى شعوب الثورات العربية وإلى شعوب هذه البلاد من خلال هذه التحركات؟ أنا أريد أقول كلمة واحدة، ثورات الربيع العربي ثورات واحدة، والمشهد السياسي في ثورات الربيع العربي كلها مشهد واحد. نحن أمة واحدة ومشكلتنا واحدة، مشكلتنا مع الاستبداد والفساد، مشكلة الأمة العربية كلها من المي إلى المي، ليس في منطقة معينة. نحن نتحدث الآن لماذا لا تنهض الأمة؟ نحن عندنا في المنطقة العربية تقريبا 390 مليون بني آدم، إنسان مفكر، أين هؤلاء؟ هل نستطيع أن نسأل عنهم؟ أين هؤلاء؟ لماذا هؤلاء في مؤخرة الأمم؟ ليش؟ أسباب الفساد والاستبداد. ما لم
تتحول الأنظمة العربية إلى أنظمة تضمن حرية وكرامة الإنسان العربي عن طريق نظام ديمقراطي، نظام تعددي، نظام يعني يفرض سيادة القانون على الناس، يفرض احترام القانون على الناس، سوف لا تتغير. المشهد من سيء إلى أسوأ في المنطقة العربية مع الأسف الشديد. ولذلك أقول دول الربيع العربي ذات مشكلة واحدة مع الأنظمة. إلى أي مدى تستفز هذه التعاملات مع بشار الأسد هذه الشعوب؟ ونختم معك أستاذ. نحن عندنا ما شاهدناه في السودان، يعني حركة الحراك اللي جرى في الشارع السوداني ضد زيارة بشير هو هذا مؤشر واحد واضح تماما انه هدول اخوتنا العرب، الثوار العرب في الدول الربيع العربي كلها ثورة واحدة، وان اختلفت تسميات الاماكن. اشكرك شكرا جزيلا سيد هيثم المالح رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف السوري، كنت معنا في هذه الحلقة من شؤون اقليمية، شكرا لك. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.